The week-long 20th National Congress of the Communist Party of China concluded on Saturday in Beijing, which has mapped out a blueprint for China's future development. Egypt's former ambassador to China, Ali Al-Hafani, who had stayed in China for 4 years, has said the 20th CPC National Congress is a milestone in China's modern history. هناك عزيمة وهناك إصرار على الانتقال بالصين وفي تجربتها لتطبيق الاشتراكية بخصائصها إلى مرحلة جديدة سمتها العصرنة والتحديث إنما هو بيعكس الإرادة الجماعية لكافة كوادر الحزب زعامتها وكوادرها لإعطاء دفعة جديدة للتجربة الصينية، إعطاء دفعة جديدة للاقتصاد الصيني، دفعة جديدة للتحول لمجتمع سمته الحداثة، وبالتالي فكرة الحداثة كيفية التحديث، تحديث في كل شيء، تحديث في الاستراتيجيات، تحديث في السياسات، تحديث في الخطط، تحديث في النمط الاقتصادي في عملية النمو. أنا أشعر بالتفاؤل إن الصين سوف تنجح لأنه دائما هناك عزيمة وهناك إرادة صلبة وهناك إصرار وهناك طموح وهناك حلم.